خلونا نبدأ الحلقة. أيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حابب أخذكم بعيد 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 عند القمر. لا قمر مين؟ وده قمر يا رجل، أمال الجعر يبقى إيه؟ الله، سيفتي إيه للجعرات؟ ده ملك الجعرات، ده النموذج الإغريقي للجعرات. حابب أخذكم بعيد هناك هناك عن جو الفقر بقى والبكا والصعبانيات، ومش لاقي فلوس أدعم العيش، ومش لاقي فلوس أدعم الكهرباء، ولازم تستحملوا عشان خاطر ألمانيا، سوري قصدي مصر. خلينا برا جوه الفقر ده، جوه الفقر ده خالص، والشحتفة والوطنية وكل ده مطلوب من الفقراء والغلابة. هناخد كل الليلة دي في أول أسبوع، في بعد رفع أسعار العيش عليك أنت، ناخدكم في جولة كده لحدائق ترد الروح، حاجات والله العظيم والله العظيم تعيد الشيخ إلى صباه، حاجات جميلة قوي. قصر السيسي في العاصمة الإدارية، إيش خيال يا ناس، جناين إيه، خضرة إيه، مساحات إيه، وبراح إيه بقى، ومباني إيه، وتشطيبات إيه. وهقول لك إيه عن الشوق يا حبيبي، ما تيجي تشوف، ما خلونا نشوف كده، تفضل. خليك واقف في نعم. ايه بقى ده؟ ده ايه ده يا معلم؟ يعني انا اعرف قصر الإليزيه مثلا، انما يعني ايه الجو ده بقى؟ ايه الجو ده بقى؟ على فكره عايز اقول لك على حاجه، انت ليك نصيب في ده. لا مش كلام، مش كلام. القصر ده في ساحه اسمها ساحه الشعب. اه والله، قدام قصر السيسي كده في ساحه ليك انت اسمها ساحة الشعب، شوفها كده. حدائق الشعب او حدائق القصر الرئاسي، اسمه حدائق الشعب لانه موجود قدام ساحة الشعب مباشرة من اتجاه الجنوب، وهو يعتبر شمال القصر الرئاسي. زي ما حضرتك شايفين كده، دي بوابة القصر الرئاسي بشكل القرص الشمس المجنح. ده كده القصر الرئاسي يعتبر جنوب حدائق الشعب او حدائق القصر الرئاسي، فمن هنا جت التسمية ان هو اسمه حدائق الشعب بالنسبة لساحة الشعب، وحدائق القصر الرئاسي نسبة للقصر الرئاسي الموجود. طبعا حدائق القصر الرئاسي دي عبارة عن سلسلة من الحدائق ممتدة من الشرق للغرب على محور الوزارات قدام منطقة البنوك وقدام منطقة الوزارات وساحة الشعب وهيئة الرقابة الإدارية. ده من اتجاه ده كده يعتبر شمال حدائق المكان اللي احنا موجودين فيه، ومن الجنوب على طول يعتبر موجود القصر الرئاسي. بالله ما شاء الله كل يوم بيتطور، كل يوم بيضاف له لمسة جديدة. الشمس ما عادش ضربة في وشنا من ناحية، فالكاميرا التصوير مش هيكون أحسن حاجة. يعني هنا في اتجاه الغرب زي ما حضرتك شايفين المكان ده، أنا جاي من ناحية من اتجاه الغرب كده، قدام مننا القصر الرئاسي مباشره. الارضيه زي ما حضراتكم شايفين كده عباره عن حجر بازلت بالاضافه للرخام يمين وشمال الحجر بازلت. المكان شكله كويس جدا وشكله جميل جدا، واضافه للعاصمه الاداريه الجديده اللي هتكون فيها المساحات الخضراء كبيره بالاضافه للنهر الاخضر. النهر الاخضر طبعا شرحناه في اكتر من فيديو، الناس ممكن تتابع معانا الفيديوهات القديمه، هتلاقينا ان في حاجه في العاصمه الاداريه اسمها النهر الاخضر، عباره عن سلسله من الحدائق جايه من غرب المدينه لحد شرق المدينه وممتده معانا بمساحات كبيره جدا، وفيها جميع الانشطه الترفيهيه اللي هتكون موجوده والرياضيه والثقافيه، تكون حاجه جميله جدا على تليق باسم العاصمه الاداريه الجديده. ده كده ميدان كبير جدا موجود قدام بوابه القصر الرئاسي زي ما حضراتكم شايفين. ما تكلمنيش بقى عن الفقر، ما تكلمنيش عن الحب لحياتي هي حياتي ولا قلبي اصبح قلب، ما تكلمنيش عن الكلام ده بقى. ما تكلمنيش عن الفقر، ما تكلمنيش عن العزب اللي في سفوح الجبال في مصر، ما تكلمنيش عن القرى اللي جنب الترع والمصارف اللي ما عادش فيها مية، ما تكلمنيش عن العيال اللي بتعدي فوق ماسورة عشان تروح مدرستها، ما تكلمنيش عن الموظفين اللي بتحشروا في علبة صاج اسمها أوتوبيس عشان يروحوا شغلهم، ما تكلمنيش عن حاجة أرجوك. القصر ده يا حضرات لما تفتحوه على خريطة جوجل
هتتخض من المساحة الكلية اللي تقريبا بتتعدى 2.5 مليون متر مربع. 2.5 مليون. ادي صورته بالقمر الصناعي، اتفضل يا بيه. القصر الرئاسي بالقمر الصناعي، حاجة تليق بالصين، تليق بالدنمارك، تليق بألمانيا. طبعا واحد سيساوي أصيل أصيل من أكلة الكلأ اللي هم ممتدين، أصل دول عمرهم من عمر خوف ومينا موحد القطرين، أكلة الكلأ وعبدة الأصنام، دول عمرهم دول أقدم من أي حد. يعني دول إذا احنا هنمشي على داروين ونظرية داروين، دول من بداية إنسان نياندرتال، الإنسان منتصب القوام، دول من البداية شبه الشمبانزي كده، دول بقى من زمان قوي قوي وممتدين لحد الوقت وجدودهم موجودين. هسمع واحد منهم بيقول له فيها ايه، ما ده القصر الرئاسي لمصر، ويتخن صوته. وانا حابب بقى احكي لك حكاية صغيرة عن واحد من اكبر اختصارات كندا العالم، كندا. الراجل اللي اسمه جاستن تريدو ده رئيس وزراء كندا ابن الاكابر، جه في 2023 واضطر بسبب قصر الحكم الكندي يروح يأجر بيت تاني، لأن القصر بتاعه لمؤاخذة اللي قاعد فيه بتاع الدولة اتملى فران، وكان تكلفة إصلاحه باهظة. فراح أجر بيت تاني عادي، لا بنى قصر ولا صلح بملايين. اللذيذ بقى أن الدول الكبرى زي كندا وأمريكا وفرنسا وإنجلترا كلها ما فيهاش مقرات حكم رئيسية إلا اتنين بس، مقر رسمي. كل الدول دي لازم يبقى في مقر رسمي ومقر صيفي، بل ان انجلترا على سبيل المثال عندها موقع او مكان اسمه 10 داونينج ستريت، وده مقر الحكم وسكن فيه رئيس الوزراء، كل رئيس وزراء بيجي على انجلترا. القصر ده كله مساحته 200 متر بس، هو مش قصر، هو بيت عادي وانت معدي في الشارع شايفه. ولما يجي رئيس وزراء اسرته كبيره شويه زي توني بلير او جونسون اللي قعد قبل كده، يبدل بقى بيته مع وزير الماليه، لانه بيته واسع شويه، بيت وزير الماليه رقم 11 اوسع سنه بس. وعلى فكره احد رؤساء وزراء بريطانيا اشتكى برضو من وجود فران في 10 داونينج ستريت. وبعدين مفيش فلوس، مش هنقعد، ما تجنناش بقى، اقعد وحده كده. فاضطر يجيب قطه عشان تطارد الفران دي. ده رئيس وزراء انجلترا، رئيس وزراء يعني اللي بياخد جنسيه في كندا، بجزء من كندا بيقسم بالولاء للملكه او للملك. وفي استراليا نفس القصه، وفي نيوزيلندا وفي اسكتلندا. رئيس الوزراء بتاع الناس دي الراجل قاعد عنده فران في البيت وبيشتكي، فراح جاب قطه. اخرك شوف لك قطه على اونلاين كده تجيبها، لكن ما تدوشناش. بينما الباشا بتاعنا في بلد فقيره قوي، أمريكا الناتج القومي السنوي 25 تريليون والحاجات اللي جنبك دي، عدد القصور 2، واحد بيت أبيض ومنتجع كامب ديفيد. ملاحظات البيت الأبيض: غرف نوم ومعيشة الرئيس وعائلته في الطابق الثاني بس، وباقي الأدوار الأربعة مكاتب إدارية. فرنسا الناتج القومي 2 تريليون والرقم اللي قدام حضرتك ده. عدد القصور والاستراحات الرسمية: قصر الإليزي مسكن صيفي. وملاحظات: الإليزي به مسكن الرئيس، مكاتب وقاعات الرئاسة واجتماعات مجلس الوزراء، أما حديقته فمفتوحة للجمهور. كندا الناتج القومي 2 تريليون والرقم اللي قدامك ده. عرض القصور: المنزل رقم 24 في شارع مش عارف إيه في أوتوا، مقر صيفي، منزل بحيرة كذا. ملاحظات: مقر الحكم تم إغلاقه في إبريل لارتفاع تكاليف صيانته، واستأجر رئيس الوزراء بيت تاني لأسرته أقل تكلفة. بريطانيا الناتج القومي 3 تريليون والرقم اللي قدامك ده، مبنيين، مبنى صغير متواضع 10 داونينج ستريت، ومقر صيفي في قصر أوبيت تشيكرز. ملاحظات: داونينج ستريت مقر مساحته 200 متر للسكن والحكم، وهو صغير لدرجة أن توني بلير استبدلوا مع بعض مع مقر وزير المالية الأكبر حجما بسبب زيادة عدد ولادهم. مصر الناتج القومي السنوي 135 مليار عدد دولار. عدد القصور والاستراحات الرسمية 90، منها 8 قصور تاريخية. خلاص؟
ملاحظات: القصور التي أنشأها السيسي أشهرها قصر العاصمة الإدارية 2.5 مليون فدان، قصر العالمين هايكستيب، 10 استراحات الأساسية للسيسي وأولاده والإسكندرية والعالمين. تخيل لو نص القصر ده مليون متر مربع. أنا عايزك بس تتخيل حاجة غريبة قوي، حاجة ربما لأن إحنا مش من السكان اللي متعودين على الجناين. عايزك تتخيل المساحة دي تحتاج مية قد إيه. يعني تخيل كده القصر ده بتاع السيسي في العاصمة الإدارية بس لوحده محتاج مية قد إيه. سيبك مش هنتكلم عن خدمة القصر والصيانة والتأمين والحاجات دي، ده كلام فارغ، بس خلينا في موضوع المية. سألت زمايلي في الإعداد كم يكلف ري أشجار زي دي ومساحات زي دي، فعملنا كده بوست تكلفة تقريبا استهلاك المية بس قد إيه في بلد معرضة، هي أصلا بتعاني من الشح المائي ومعرضة وأصلا بتعاني من الفقر المائي ومعرضة لأزمة مالية طاحنة. في بلد زي دي الحاكم ساكن في قصر هو وولاده، محتاج مساحات أو هو مساحات خضرة. تعال نشوف كده محتاجة قد إيه مية مع بعض كده. استهلاك، ده موقع اسمه حديقة البيت، استهلاك الماء لري المزروعات في حديقة البيت في فصل الصيف. الثيل يستهلك 15 لتر متر 15 ماء للمتر المربع الواحد كل يوم. الشجيرات من 15 ل 25 لتر يوميا. الأشجار بتحتاج من 25 ل 75 لتر ماء يوميا. النخيل من 100 ل 150 لتر ماء يوميا. ده موقع ملناش دعوة، احنا ناس يعني جنينة زي دي. انت لو في مصر في اي كومباوند مش هتكلم، هات ارفع الصورة. جنينة زي دي بس كده. اتحداك ان ما كلفتكش مية، فاتورة مية 1000 جنيه شهريا. اتحداك بالميت وبالخشبة ماشي وبالمعازيم المعزيين. جنينة زي دي كده اتحداك لو ما كلفتكش 1000 جنيه شهريا. يعني لو فرضنا ان كلام الراجل ده مظبوط وقلنا ان جنينة قصر السيسي مليون بس، مليون متر مربع بس والباقي مباني مليون ونص، يعني متوسط 50 لتر للمتر المربع في مليون. زمايلي حسبوها طلعت 50 مليون متر مية يوميا في 30 يوم. احسبهم انت بقى في بلد بتعاني فقر مية. هم اللي بيعترفوا، هم بيقولوا احنا عندنا فقر مائي. يعني تقريبا في 30 يوم دول يعملوا 1.5 مليار متر مكعب مية في الشهر. المليون متر مربع مساحات خضرة تحتاج 1.5 مليار تقريبا، على حسابية الناس دي تحتاج 1.5 مليار متر أو لتر مية تخيل في الشهر. والباشا بعد كده يطلع يقول لك للفلاحين الغلابة هنحرمكم من المية لو ما غيرتوش زراعة القصب. القصب اللي هيأكل الناس، القصب اللي هيفتح مصانع، بس الجناين بتاعته اللي ملهاش معنى زيه دي هتحتاج 1.5 مليار لتر مية في الشهر. بينما هو يقول للفلاحين ايه؟ وبقول للناس اللي موجودة في المحافظات اللي فيها القصب غيرته، انت مستني لما مشكلة المية تبقى مشكلة كبيرة عندك وتضطر انك انت تحرم من كمية المية دي بنفس الحد. انا بتكلم مش بخوف الناس من حد، انا محبش ان احنا نتعامل مع الموضوع على ان هي ازمة قد تكون محتملة، لا، بما انها ازمة محتملة لازم اواجهها واشتغل عليها لغاية لما اخلص. وانا بتكلم في المواضيع لكن يعني بعد يقول لي هو في عندك ازمة، في ازمة مية ولا حاجة، هو انا لازم استنى لما تيجي لي الازمة اتعامل معها؟ لا اوعى. بص انا عارف السيساوي اللعين احفاد القردة والخنازير، عارفهم، اللي يقول لك اصل دي مية معاد تحليتها. وما انت بتشرب ايه؟ بتشرب سلسبيل؟ حضرتك بتشرب في البيت مية افيون؟ ما انت بتشرب مية بتاعت مجاري. ما حدش يقول لي، اوعى تقول لي لا انت غلطت اصل دي مية متعالجة. حضرتك بتستحمى بمية متعالجة، حضرتك بتشرب بمية متعالجة، اوعى تقول لي ده. لا ده لسه هيعمل النهر الاخضر اللي سرقه من القذافي، ما القذافي كان عامل النهر العظيم، لسه هيعمل، مش المهندس قال لك في الفيديو لسه هيعملوا النهر الاخضر عشان المدام تفتح تلاقي الخضره والماء بس الوجه الحسن مش موجود، انما الخضره والماء موجودين.
يعني مثلث ناقص ضلع يعني. اه والله مش مثلث ثلاث نقط ألف ب س خلاص. الخضره والماء الوجه الحسن بقى هما متفقين مع بعض يعني، هما شايفين بعض حلوين، مالكش دعوه انت يعني. في وسط ما بيمنع الفلاحين من زراعه الارض ويقول لك اوعى ومش عارف ايه وبتاع، في نفس التوقيت ده هو الجناين دي اللي انت شفتها اللي ملهاش اي معنى. حتى يا جماعه هندسه الحدائق دي تاريخ، ده كتب اتكتبت فيها، ده كتب، ده افلام وثائقيه اتعملت عن هندسه الحدائق دي، بس انت اللي انت شايفه ده هو بالنسبه له لانه جعر، هو ما يعرفش، وحواليه مهندسين جعرات وجو من ده يعني، فكلهم جعرات في بعض. حد يعمل قصر كده؟ حد يعمل؟ امال القبر يبقى بوابته ايه لما ده بوابه قصر؟ المخزن يبقى بوابته عامله ازاي؟ الهنجر يبقى بوابته عامله ازاي؟ يعني لما دي بوابه قصر، ايه تقول الدم ده؟ ايه الرزالة دي؟ ايه السخافة دي؟ والله العظيم تتشل ايد المعماري اللي رسم البوابة. حد يرسم بوابة كده؟ دي بوابة قصر؟ الهي تدفن فيه، دي بوابة قصر؟ قصر يعني من اول ما تشوفه كده اما حاجة من اتنين، تحس بالعظمة بالأبهة او بالمهابة، انما انا هنا حاسس ان انا في الحرب العالميه الثانيه، ودي حاجه كده مخزن تستخبى فيه عشان القنابل الحارقه والنابالم والحاجات دي. دي بوابه قصر؟ ويقول لك الصقر المجنح، وصقر مجنح تخيل مليار ومليار ونص متر مكعب ميه، لتر ميه، على لو هو مساحه الجناين مليون بس، مليون متر بس مربع، تحتاج على الحسبه دي مليار ونص لتر ميه في الشهر بس بس بس. مش هكلمك انا بقى على الالات والمعدات والجناينيه والمهندسين، وش مهندس راح والمهندس جاي، لمهندس جاي يا صحراء، لمهندس جاي والحاجات دي، مش هكلمك عن ده. مش هكلمك عن السماد والبذور والادويه للشجر، لان النخل ده بيصاب بامراض وتضربوا السوسة من جوه وكلام من ده يعني. مش هسألك النخل ده جاي منين وبكام، مش هسألك، ما أنا زرعت نخل أنا. آه والله ده النخلة دي حاجة جامدة جدا، ده النخلة دي يا سلام، ده علم. وتلاقي كتب بقى، وغرقت أنا في القصة دي شوية كام سنة كده، واتضحك عليا فيها واتنصب عليا في نخله، وتجيب نخلة ذكر ونخلة مش عارف إيه، حاجة جامدة جدا، علم تاني بتوع الزراعه يفهموه. مش هكلمك بقى جاب النخل ده منين وبكام النخله، مش هكلمك بقى انه محتاج الدكتور يعدي كده، متخصص قصدي، يعالج بقى ويشوف النخله مالها. شوف انت عد بقى النخل ده كام، شوف كام نخله قدامك بقى وحاجات من دي، ولسه بقى لسه محتاجه. شوف شوف تقل الدم، شوف تقل الدم، دي مقابر يا بيه، مقابر للنخل. تخيل بقى ده بيحتاج سماد قد ايه، ومحتاج معالجات قد ايه. ده الميه بس مليار ونص لتر ميه في الشهر، طبقا للموقع اللي احنا جبناه لك ده، احنا مالناش دعوه بالزراعه. السيسي بقى اللي طلع قبل كده وقال لك اللقمه ما كلهاش، ما بياكلهاش على حساب الدوله، لكن عادي بقى، خزائن الدوله اتفتحت على اصول السيسي، مباني الدولة كلها اتفتحت على خلاص، ما بقاش فيه البوك بتاع زمان بتاع مدام انتصار، البوك بتاعها كبر بقى وزارة المالية، البوك كبر قوي بقى خزينة الدولة. فاكر السيسي لما جاء وادعى الشرف وقال لك لا يمكن اكل على حساب الدولة؟ أول ما جيت الرئاسة قلت لهم لا، فاكر أنت الفيديو ده؟ فاكر الشغل الحلنجية ده؟ العب يا بيه. لما رحت الرئاسة فكان فقالوا لي تحب تتغدى ايه؟ قلت لهم مش اشمعنى يعني؟ فقالوا اصل كل اللي في الرئاسه بيتغدوا على حساب البلد بالقانون. بالايه؟ بالقانون؟ طب والله والله والله. قلت لهم لا انا ولا اللي في الرئاسه. كل واحد ياكل على حسابه. عايزين تسمعوا كلام من ده؟ كنت تتغدى، يا ريتك كنت تتغدى على حساب الدوله، على فكره عادي يعني، هيجيبوا لك وجبه من اي حته. انما انت اتغديت وتعشيت واتجوزت تاني واتطهرت على حساب الدوله،
مش انت بس، انت وعباس كامل وولادكم. هي جت على الغدا، كنت اتغدى. يا ريتك كنت اتغديت وطفحت السم الهاري، كنت اتغدى. ايه وجبه هتجيب كام يعني؟ هتاكل بألف جنيه وتطفح عادي، انما انت طفحت مليار، انت طفحت مليارات في حته واحده بس 58 مليار دولار. لا والشعب يسقف، هو ده الفوهر اللي ما بياكلش على حساب الشعب، لان ده فلوس الدوله. بس ابني بقى واشتري والبس ساعات واسيغ مراتي واولادي ونعيش ونبني قصور على حساب الدوله، بس ما ناكلش على حسابها ابدا. بس عادي يعمل قصر 2.5 مليون متر مربع يستهلك تقريبا مليار ونص متر ميه، لتر ميه في الشهر. شوف تكلفتهم كام. وبعدين المشكله تبقى في رغيف العيش.